السلام عليكم. سلام عليكم. الله هذا هو مكينتنا. الله يستر عليك. شكرا. القوة شباب. السنة هذه طلعت عمرك وزعناهم 4 مجموعات. عظيم. حيث كل مجموعة عندها مهمة. يعني هالشيء الله. بسم الله وعلى بركة الله. ما شاء الله. ممتاز. شكرا لجهودكم. الله يسددكم ولا يحرمنا وياكم الاجر. وشاكرين للفريق الحقيقه على الجهود العظيمه. توجيهات المهندس سلطان وامجد والزملاء كلهم والصناع اللي دائما احنا نعتز بهم ونفتخر ويسرنا ان نبارك هذا العمل ودشنه ونطلق ان شاء الله رفع ستار الكعبة لهذا العام للحج عام 1444. سائلين الله لولاة امرنا عظم المثوبة والجزاء وان يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين. شكرا لزملائنا في مجمع كسوة مجمع الملك عبد العزيز لصناعة الكسوة المشرفة، المهندس سلطان، المهندس امجد، ولجميع الصناع الذين تشرفت اناملهم بهذه الكسوة واليوم يرفعون الكسوة حفاظا عليها وصيانة لها من ان يكون هناك تزاحم او تدافع من حجاج بيت الله الحرام. عذابكم الله ولا حرم الله الجميع الاجر.